مشاهدينا الكرام، مشاهدي الشبكة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في بث مباشر جديد من أحد لجان من أمام أحد لجان الثانوية العامة، وهي مدرسة الشهيد الطيار محمد فرحات للثانوية للبنات. يعني امتحان اللغة العربية أولى الامتحانات اللي داخلة في المجموع في الثانوية العامة. يعني الحقيقة في حوالي 750,000 طالب النهاردة بيحضروا لأداء امتحان اللغة العربية في الثانوية العامة. بيؤدي طلاب يعني يوم 22 يونيو أولى امتحاناتهم المضافة إلى المجموع، وهي اللغة العربية. زي ما احنا شايفين بيتوافد طلاب الثانوية العامة بمختلف الشعب، إن كانت علم رياضة، علم علوم، أدبي، على لجان امتحانات الثانوية العامة علشان بيستعدوا لأداء امتحان اللغة العربية بعد العودة من أجازة عيد الأضحى المبارك. وزي ما احنا شايفين يعني خلينا أجيب لكم بوابات الدخول. بوابات الدخول هتشهد النهاردة حالة من التفتيش، طلاب بالعصا الإلكترونية لضبط التليفونات المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية اللي ممكن بيخفيها بعض الطلاب بغرض الغش في أثناء الامتحان، وده بيجي تبعا لتنفيذ لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم. يعني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، علشان يطمئن على مراجعة أعمال الصيان في كافة لجان امتحانات الثانوية العامة في 2024 الموجودة على مستوى الجمهورية، وبيشدد على اتخاذ كافة الإجراءات اللي من شأنها توفير سبل الراحة للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات. حالة من القلق، حالة من التوتر بتنتاب الطلاب هنا أمام مدرسة محمد فرحات الثانوية بنات يعني في العباسية. قلق كبير جدا لأولى امتحانات الثانوية العامة المضافة للمجموع ألا وهي اللغة العربية. خليني أقول لكم برضو إن هم امتحنوا يوم 10 و12 يونيو الامتحانات الغير مضافة، إن كانت تربية وطنية، تربية دينية، واقتصاد وإحصاء، يعني كله ده امتحنوه قبل أجازة عيد الأضحى. جايين النهاردة يكملوا امتحاناتهم في الثانوية العامة، بيبدأوا بامتحان اللغة العربية. خليني أقول لكم برضو إن في حوالي 745,086 طالب من طلاب الثانوية العامة النهاردة هيحضروا لأداء امتحان اللغة العربية، كان طالب أو طالبة، وبجميع الشعب بقى، يعني كان علم رياضة، علم علوم، أدبي، هؤلاء كلهم يحضروا إن شاء الله النهاردة لأداء امتحان الثانوية العامة للغة العربية. يعني زمن امتحان اللغة العربية في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة إن شاء الله من الساعة 9 الصبح لغاية الساعة 12 الظهر. ويعني أقول لكم شوية تفاصيل كده عن الامتحان. الامتحان النهاردة يعني هيكون فيه 55 سؤال، منهم 4 أسئلة مقالية بتتم الإجابة عنها في ورقة الإجابة المخصصة ليها، وباقي الأسئلة اختيار من المتعدد، وعدد صفحات كراسة الامتحان حوالي 28 صفحة بخلاف الغلاف، والدرجة الكلية للامتحان إن شاء الله هتكون 80 درجة. ربنا يوفقهم جميعا، ربنا يعني يثبتهم ويكونوا على قدر المسؤولية طول السنة وعلى قدر مسؤولية أهاليهم بإذن الله. يعني زي ما احنا شايفين يعني التوتر والقلق بينتاب بالذات البنات، يعني احنا قدام مدرسة للبنات القلق بينتابهم بشكل كبير جدا، بيحاولوا يتجنبوه بضحكات وهزار وكده، ولكن يبدو أن القلق في قلوبهم. ربنا يوفقهم جميعا ويكتب لهم الخير بإذن الله في هذا الامتحان اللغة العربية، وإن شاء الله يطلعوا مبسوطين منه، إن شاء الله يطلعوا مبسوطين منه. احنا عندكم في الشبكة الإخبارية بنتابع كل جديد إن شاء الله، وموجودين معاكم خلال ما بعد الامتحان وما قبل الامتحان، خلال التفتيش وخلال الدخول الطلاب. زي ما قلت لكم إن شاء الله هنكون معاكم على الشبكة الإخبارية. زي ما احنا شايفين ضحكات طلاب وطالبات علشان يطلعوا من مود التوتر قبل امتحان اللغة العربية. زي ما قلت لكم 745,086 طالب بيؤدوا امتحان اللغة العربية النهاردة
في الثانوية العامة للغة العربية. لسه يعني احنا دلوقتي حوالي الساعة 8:24 دقيقة، لسه يعني لسه فاضل حوالي أكتر من نص ساعة على أو أكتر من 35 دقيقة على دخول الطلاب وأداء امتحانهم بإذن الله من أمام مدرسة محمد فرحات للثانوية بنات في العباسية. مكملين معاكم متابعين على الشبكة الإخبارية طوال الامتحانات الثانوية العامة، مكملين معاكم، انتظرونا في كل جديد وانتظروا بس دخول طالبات الثانوية العامة بإذن الله. السلام عليكم.